ضربه خطا خطيره جدا والهدف. فريق الاولمبيك خريبكا من ضربه ثابته رجل جوج. اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي والذي كذلك كانت عنده تجربه احترافيه في الدوري الخليجي، وبالتالي يسجل الهدف الاول. اذا ولكن تكسر الان خالد الصاروخ يبحث عن التمرير ومحاوله الان لفريق اولمبيك خريبكا، والهدف الثاني، الهدف الثاني لديلاكي. إذن الهدف الثاني لديلاكي يسجل بعد ما كان صعود ووتيرة متصاعدة في هجمات فريق المغرب التطواني. إذن فريق اولمبيك خريبكا يستغل هجمة مضادة ويسجل. تعود الآن دائما لصالح فريق المغرب التطواني زيد كروش، وضربة راسية والهدف، الهدف لاعب قروق. إذن هذا الهدف سيشعل، أقولها سيشعل المباراة في الدقائق الأخيرة. سيشعل